برضه في نفس السياق اللي بنتكلم فيه، فضيلة مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام أعلن عن إن دار الإفتاء هتبتدي مع بداية 2015 مشروع قومي. المشروع ده هدفه تصحيح صورة الإسلام بالخارج عبر عدة وسائل، من أهمها إرسال قوافل من علماء دار الإفتاء المصرية للقيام بجولات خارجية تجوب الخمس قارات لنشر الفكر الصحيح، وإنه هيتم التوسع في استخدام الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة برضه من التقنيات الحديثة في إطلاق أول قناة لدار الإفتاء على موقع يوتيوب على الهواء مباشرة. معي على التليفون دكتور إبراهيم نجم، مستشار فضيلة مفتي الجمهورية. برحب بحضرتك معنا فضيلة الشيخ. دكتور إبراهيم مساء الخير يا فندم. طيب بيتهيألي الخط قطع، بس يعني هنحاول طبعا نكلمه مرة تانية لأن الملف ده مهم جدا، وإحنا بنتكلم على يعني هو حرب على الإسلام بكل المقاييس، الإرهاب والأعمال العنف اللي بترتكب في العالم العربي دلوقتي، وطبعا الوضع الغير مستقر، عنف وقتل ودماء وجرائم بترتكب باسم الإسلام. فبالتالي مسؤولية الأزهر الشريف أهم مؤسسة دينية وسطية في العالم كله، في العالم العربي والإسلامي، عليها مسؤولية كبيرة دلوقتي. وإحنا كنا بنتابع كلمة رئيس الجمهورية وأيضا الكلمة اللي ألقاها فضيلة شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، كلهم بيتكلموا عن مسؤوليتهم وعن خطوات جادة وخريطة الطريق هيقوموا بيها في الفترة اللي جاية لتصحيح المفاهيم الخاطئة ويعني إيجاد نوع من أنواع التوازن مع الخطاب المتطرف اللي إحنا بنسمعه، وغلبت بقى هنا الخطاب المعتدل المتزم اللي هي مسؤولية الأزهر الشريف في المقام الأول. أنا مع